متابعي طقس العرب في السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. نهار اليوم الأربعاء استمرت الأجواء غير المستقرة في مناطق جنوب غرب المملكة، هطلت على إثرها زخات رعدية من الأمطار كانت غزيرة في بعض الأحيان، ومن المتوقع بإذن الله أن تستمر هذه الحالة حال عدم استقرار الجوي بالسيطرة على مناطق جنوب غرب المملكة خلال الأيام القليلة القادمة بإذن الله. أما الآن نستعرض من خلال صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة لهذا اليوم وجود سحب كثيفة تتمركز في منطقة جنوب غرب المملكة، تهطل على إثرها بإذن الله زخات رعدية من الأمطار. أما عن خرائط توزيع هطولات الأمطار من يوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة، نلاحظ تمركز وجود أمطار غزيرة في منطقة جنوب غرب المملكة حتى يوم الجمعة بإذن الله، وتستقر الأجواء في عموم مناطق المملكة بإذن الله. أما درجات الحرارة المتوقعة في العاصمة الرياض لهذه الليلة، فترة السحور بتسجل 27 مئوية مع أجواء غالبا صافية، والرطوبة 16% وسرعة الرياح 9 كيلومتر في الساعة. دعونا نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله لثلاثة أيام القادمين في العاصمة الرياض. يوم الخميس بتسجل 38 نهارا أجواء صافية ومشمسة 27 ليلا، يوم الجمعة أجواء حارة جدا 40 مئوية نهارا و 28 درجة مئوية ليلا وغيوم متفرقة، يوم السبت 40 نهارا وغيوم متفرقة أجواء حارة و 26 درجة مئوية بإذن الله بتسجلها ليلا. متابعينا ما تنسوا تتابعوا تفاصيل نشرات طقس العرب. إلى هنا، إلى اللقاء.